ابتدت الحكاية معايا لما اتجوزت شخص احنا كنا عارفين بعض من ايام الكلية وكنا بنحب بعض جدا، وبعد الجواز بفترة قصيرة جدا ابتدى يبقى الموضوع يظهر فيه عنف. لما طلبت الطلاق بهدوء جدا راح اخد البنات من الحضانة اللي هي كانوا قاعدين فيها بيروحوها في الصيف واخدهم معاه. فلما طلبتهم بقول له اخدت البنات ليه؟ قال لي هما يومين وهرجعهم لك تاني. كل ده وانا رافع قضية طلاق. بس يومين بقى شهر، بقوا شهرين. طب انا عايزه اشوف البنات. لا انت مش هتشوفيهم ابدا، انت مالكيش فيهم. لما اترفضت القضيه رسمي خلاص اخر حاجه، انا رفعت بعدها قضيه خلع. مفيش وقت قصير جدا، شهور، وكنت حصلت على الخلع وخلاص بقيت يعني رسميا انا مش مراته على الورق. دي اول رحله. الرحله التانيه بقى في مصاريف البنات. يعني انا بقالي كام سنه، بقالي حوالي 4 سنين او 5 سنين مش عارفه انفذ حكم نفقه. القضيه اصلا عشان يتحكم فيها اخدت وقت طويل. ساعه التنفيذ الموضوع هم مستهترين بيه، هي دي اللي انا نفسي يعني نعمل فيها حاجه. الاب مش بيتحاسب على انه ما بيصرفش على اولاده، هو يعني بيطلع حكم كده اللي هو شهر وشهر دوت ما بيتنفذش، وبيبقى فيه النوع كده من التباطؤ شوية من ناحيتهم. هو يقدر يهرب كويس جدا، يقدر يغير مكانه، فدايما مطلوب مني انا اعرف مكانه فين، بياخد كام، بيعمل ايه، متواجد في انهي حتة عشان اقدر اقول لهم يطالبوه بالحكم دوت. هو ما بيهرب. انا نفسي يتجرم الاب اللي ما بيصرفش على اولاده او مش بيراعيهم يعني ياخد حكم قاسي. هيخاف يعني العدد هيقل بكتير جدا، وهيعرف ان هو مسؤول قبل ما يخلف، يبقى عارف ان هو مسؤول عن بني ادمين، ارواح جايه للحياه، مسؤول عنهم ماديا، مسؤول عنهم عاطفيا، مسؤول عنهم في الامان بتاعهم لان هو مش موجود.